بص ما تجيبليش بقى تقول لي ايه حته وتطلعني من حته، تجيب لي النص كله كامل من اول الكتاب والسنه والعتره وكلهم تحطهم مع بعض كده وتثبت لي، يبقى انا ارجع عما انا عليه. لكن انا مؤمن يقينا بما ان الله واحد الاحد، وانا اللي عارف يعني ايه الله واحد، انا اللي علمكم يعني، سيبك من الوهابيه بتاع واحد احد المجسمه، انا تركت الدين بتاعكم عشان المجسمه، ربكم قاعد على كرسي وبينزل وبيطلع وعنده ساق وبيستخبى يوم القيامه ويلعب معاهم استغمايه يقولون ان انا جيت لكم في صوره ما انتوش عارفينها، لا صوره عارف دي الدين بتاعكم انتوا مش عارفين حاجه، مشكلتكم ان عندكم جهل بالدين اللي عندكم اللي احنا بنحاربه، وتجهل عائشه وحفصه عملت ايه، ولما بنقول لك ما انتش عاوز تدور اعتبر كلامي يا اخي واحد في المليار فيه نقطه صدق، روح دور عشان تحجني تقولي انت كاذب، انما بترموا كده بما عندكم ليه زي غيركم، فاذا لم يقبلوا به فسيقولون هذا افك قديم.